نروح مع بعض مشاهدينا لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء اللي رصد حزمة الإجراءات الإصلاحية اللي تبنتها الحكومة، وده كان لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه، واللي تم تنفيذها خلال الفترة من مايو 2022 لسبتمبر 2023 على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية والإجراءات المستقبلية الداعمة لتحقيق نمو يقود القطاع الخاص في مصر. جانب كبير جدا من هذه الإجراءات المنفذة بالفعل ركز على محورين. المحور الأول هو تشجيع القطاع الصناعي بواقع 46 إجراء، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بواقع 40 إجراء وبنسبة 60% لهاتين المحورين أو هذين المحورين من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة. للمزيد من التفاصيل برؤية تخصصية بيسعدني وجود الأستاذة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية. وصباح الخير على حضرتك أستاذة حنان. صباح مشرق، كل نعم وبركات يا رامي. يعني بهذا الصوت وهذا الإشراق مرة تانية برحب بيكي، وعايز أعرف كده رؤيتك ومتابعتك لحزمة الإجراءات الحكومية لتشجيع وتمكين القطاع الخاص اللي تم رصدها من جانب مركز دعم واتخاذ القرار، مركز المعلومات لدعم واتخاذ القرار. هو حضرتك زي ما ذكرت إن كان في 171 إجراء إصلاحي دعم القطاع الخاص اتنفذ منهم خلال الفترة المذكورة 144 إجراء موزع على 6 محاور رئيسية، هي تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، تعزيز المنافسة الحيادي التنافسي، تشجيع القطاع الخاص، دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إصلاح الأطر الاقتصادية القانونية والتنظيمية والمؤسسية. كل دي عبارة عن إصلاحات بتحاول تنتهجها الدولة عشان خاطر تشجع الاستثمار لدى القطاع الخاص. طبعا لازم ننوه لحاجة مهمة جدا، إن القطاع الخاص من القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي في جميع الدول على حسب قدرتها المالية. بالتأكيد. طبعا شفنا ان دولة زي اليابان بيساهم القطاع الخاص والمشروعات الخاصة والفردية باكتر من 85% من الناتج القومي الاجمالي للدولة. الصين نفس الاجراء، فرنسا نفس الموضوع، امريكا نفس الموضوع. فاحنا طبعا بننقل العديد من التجارب للاستفادة من القطاع الخاص ومن الستارت اب اللي هو الشركات الناشئة لدعم الاقتصاد. طبعا اتجهنا في عدة محاور، طبعا تنقية قوانين الاستثمار، طبعا وثيقة ملكية الدولة دي حدث ولا حرج، لان في تخرجات من العديد من الأنشطة تمثل يعني القطاعات مختلفة في النشاط الاقتصادي بالفعل. الدولة في بعض الأنشطة تخرج من 80% منها، ما عدا الاستراتيجية ممكن هتتبقى داخلها يعني تعطي للقطاع الخاص نسب يعني ما تعتبرش قليلة، هي نسب جيدة لدعم عدم الاحتكار ولضمان المنافسة الجيدة. طبعا تنقية بيئة الاستثمار وطبعا البنية التحتية وما يتعلق بالبنية التكنولوجية وما يتعلق بالبنية المعلوماتية وتوفر فرص الاستثمار وإتاحتها على المواقع الإلكترونية وتواجد التطبيقات التكنولوجية، فكرة التسهيل نفسها يا أستاذة حنان. طيب ده هي دي أهم شيء في الاستثمار، لأنك إزاي هتتكلم عن استثمار وفرص متاحة داخل الدولة إلا من خلال الإعلان عنها وعقد بقى ندوات وعقد اجتماعات وعقد لقاءات عشان خاطر تدعيم هذا الفكر الاستثماري. طبعا احنا شفنا في خلال الفترة اللي فاتت استطاعت مصر ان تتبوأ المركز الاول في شمال افريقيا للحصول على الاستثمارات الاجنبية، بعد ان كان في بعض الاوقات كانت استثمارات صفرية او بالسالب، وشفنا كمان تدفقات دولارية من هذه الاستثمار، وشفنا دخلنا كمان كمصر في العديد من المشروعات الاستثمارية عن طريق القطاع الخاص لم تتطرق لها الدولة من قبل. فدي تعتبر نجاحات بيحققها القطاع الخاص في الفترة الحالية، وكلهم هم بيتكلموا على مزيد الاتحاد، وفعلا في الفترة الجاية فيه المزيد من الاتحاد بالفعل بشكل فعلي تطورات ملموسة وملحوظة في السياق، في هذا السياق بالتأكيد. أستاذة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية أنا بشكرك جزيل الشكر، وحنتابع ده أكيد بالتفصيل أكتر من خلال المبادرات والتحفيزات اللي بتقدمها الدولة والحكومة المصرية لتشجيع القطاع الخاص على التمكين و التشجيع أيضا.